ثروات وإطلاق سراح المعسخلين وتوسيع صلاحية المينورسو. اليوم احنا ذلك نتمو لا نطالبوا به إذا نحقوا هدفنا، ورانا ناشدوا المنظمات وناشدوا العالم وناشدوا الأمم المتحدة اللي فيد هذا الملف عنها تطويه عن تنظم الاستفتاء وتقرير مصير الشعب الصحراوي. هي أصبحت حاجة ماس لهذا الاستفتاء، ياك ذو صحراويين مضطهدين يتنفسوا صعداء وفرج عليهم مولانا ويحققوا هدفهم
وتم ثقتهم في الأمم المتحدة رانا فاقدين فيها الثقة إلى حد الساعة، إلى ما تحركت الهيئات الدولية وحققت لنا مطلبنا رانا فاقدين الثقة، ونقدوا لنا نرجع للكفاح المسلح ونفوقع من المناورات المغربية اللي يناورها مع هذا العالم وينتهك حقوقنا ويوكل خيراتنا، ونحن ضايعين ولا أنا مستفادين من هالشي، وكل الوطن والشهادة. واقفين وحسني في شارع السمارة ندور حقوق ونسن ندور حقوقنا، أنا مدققين ومعطوبين ولا خلص ما عندي جاتني هماج شوف البوليس الجيش اللي ما كان مدققين ومشروطين اليوم ندور حقوق الإنسان، يا الناس اللي عدتوا عن حقوق الإنسان اليوم قيثونا قيثونا يا الناس يا الناس قيثونا، رانا خالين ورانا داري شي يبني دوم مراحل وماتنا وابواتنا كان بيحر حد يوم يعني حقوق الإنسان خالف راكم وتشوفوا ذي في الشارع في الشارع اليوم بين المغرب عنا من إلهيكم والله ما هو يبقى من نفاخنا ما تمينا إن شاء الله وربونا نضاح ولين ما يبقى من نفاخنا رسو عزوز وصل وعاطي نفوز وعادين أرواحنا التضحيات تنين الحق إن شاء الله وهدفنا إلى رادها الله وانتوا رجوا بعد حق 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 الإنسان راكم في الوطن وشيء.